عن جد طعمتها طلعت كتير طيبة، جربها أنت كمان. لا ما بدي آكل. حتى أنت كمان لا تاكلي أكثر لأنه رح يضرك. يلا نمشي. لا شو عم تعمل؟ أعطيني إياها. عزراء حاجة أكل. يلا بس لسه في تنتين جوا. حاجة أكل أحسن ما تتعبي عند هالمسا. بعدين ما عجبوني. شو هدول؟ كيف يعني ما عجبوك؟ أنت أصلاً ما دقتهم. ما عجبني الشكل. يا ترى شكل شو اللي ما عجبك؟ شكل الكب كيك ولا؟ بشكل عام ما عجبني الشكل تبع، يعني ما ناسبني، ما حبيته. حبيبي لا تظلم الكب كيك بس لأنك معصب من تونة. مين تونة؟ لك مين هاد تونة لحتى عصب منه؟ أنت شو عم تقولي؟ ليش عم تعيط لك؟ مين عم يعيط؟ ليش أنت عيطت؟ ليكك عم تعيط. حبيبي طلع فيني شوي. أحكي؟ لا اطلع بوشي، طلع بعيوني، بدي أقول لك شغلة حبيبي. إيه؟ يا ترى غرت عليي من تونة؟ مين؟ بالله وليش لحتى غار عليكي هيك من دون سبب؟ حلو والله. لا لا أنت غرت علي، هالشي واضح. وطبعاً لما تونة قال سمكتي وما سمكتي ما تحملت حالك وعصبت كتير، مفكرني ما بعرف؟ بس تونة عن جد شب منيح جنك، يعني قلبه كتير طيب وما عنده نية سيئة أبداً. هو بس بياخد الحياة بمسخرة زيادة، هي كل القصة. أي تمسخر مثل ما بده، بس ما حدا فيه قرب على البنت يلي بحبها، فهمتي ولا لا؟ هو بياخد الحياة بمسخرة مو أنا. ياخد اللي بده إياه بس ما يقرب عليكي أبداً. بعدين شو هالزلمة هاد؟ معقول ما بيقدر يوقف ضحك؟ لازم يكون جدي شوي. ما هي ما قدر يهدى دقيقتين، بضل يتكركر ويضحك هيك على طول. أصلاً أنت لما قلتي تونة أنا فكرته أنه بعرف، لما قلت لك تونة فكرت أنه رفيقتي. بس معلش أقول لك شغلة، أنت بتصير كتير مهضوم وحلو لما بتغار علي هيك. شو يا ظاهر غيرتي عجبتك كتير، يعني بتعترف أنك غرت. دقيقة أنت ليش عم تضحكي هلا؟ ليش أنا شو حكيت شي بضحك؟ فهميني. طيب ماشي خلص روق، ما بدك إلا هالقد كرمالي فرود وشك حبيبي. اضحك يلا، تعرف أنه ما بحب شوفك معصب هيك. إذا بتحب فينا نروح بكرة نفطر مع تونة ومنتسلى كتير. ليك يا عزراء. ماشي خلص أنت لا تروح أنا بروح. بالله عن جد، ولوين بدك تروحي؟ ما رح تروحي على أي مكان، هذا اللي كان ناقص. غيور كتير. طلعي فيني، ما في حدا ممكن يحبك أكتر مني، وممنوع يكون حواليكي واحد مثل هاد. أصلاً ما في حدا بالعالم بيحبني مثلك جين. بعدين حتى لو كان في هيك واحد بس يشوف غيرتك هاي على الأغلب رح يخاف ويهرب. أحياناً حتى أنا ما بعرف إذا كنت بدي حبك أكتر ولا بدي أعصب منك شيء. معقولة يكون في مرة بتحب زلمة بكل حالاته؟ عزراء تعرف أنت شو بالنسبة لإلي؟ حياتي، عمري، وروحي. أنت طالعتني من الكابوس اللي كنت عايشة فيه، وقفت جنبي طول الوقت ورجيتني إنه ممكن يكون عندي حياة وأحلام. صدقيني إنه أنا رح ضل جنبك طول العمر، وبوعدك إني رح كون بستاهل حبك وما أتركك أبدا. وإذا صار شي يوم مثلاً وبعدت عنك، وقتها أكيد أنا بكون متت.